Good morning كيزي، عاملين ايه؟ النهارده هنبدأ مع بعض مادة English كي جي 2 second term. عندي النهارده يونت 5، التايتل بتاعه ماي بارتي. يعني ايه ماي بارتي؟ حفلتي. ها هنبدأ ليسون 1. بصي يا كيزي، جايب لي الحفلة بتاعتي. يلا بينا نبدأ في ليسون 1. عندي الفوكابلري او الفوكاب، يعني الكلمات بتاعتي في الليسون ده. كلماتي بقى هنبدأ نشوف عندي ايه. عندي كلمة ايه، يلا بينا نقراها. كيك. كيك. كيك يعني كعكة. كيك يعني ايه؟ كعكة. والكيك دي احنا بنشوفها في البرستي بارتي او في حفلة عيد الميلاد او في اغلب الحفلات يا ميس. برافو. الكيك اللي هي الكعكة لازم لما يبقى فعلا زي ما انت قلت، إن لما يبقى في حفلة بعمل كيك عشان خاطر بحط فيها الشمع وبطفيه وبضيف الناس بيها. هي اسمها ايه؟ كيك. كيك. ك ك ك ليتر سي. كي. ليتر اي. ك ك ك ك كي. كي. ماجيك اي. ماجيك اي تبقى كيك. يلا بينا نشوف الورد اللي بعدها. ها ظهر لي صورة ايه؟ بيتزا. 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 هيا يلا بينا نقولها. با 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 با. بي فور بن. بي اي 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 اي. بي اي. دبل زي. دبل زي. برافو. لما بيبقى عندي تو ليترز ورا بعض شبه بعض ومسكين في ايدين بعض بقول عليهم دبل. بقول عليهم دبل. دبل بيتزا. ليتر اي. اي. برافو. بي اي دبل زي اي. بيتزا. ها الورد دي احنا خدناها in the first term. ها water. water. ها water يعني ايه؟ مياه. مياه. و و و و letter w. و letter a. ت ت ت ت t. water. e r. e r. w a t e r. تبقى water. water يعني مياه. دي كمان اخدناها، مين فاكر؟ اه يا ميس اخدناها. يوجر يعني زبادي. برافو. يوجر يعني زبادي. يلا بينا نقول الليتر بتاعتها، الساوند بتاع كل ليتر. يا يا يا. ليتر واي. واي. يو. ليتر او. جا 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 جا. ليتر جي. يو جا. ا يو. ار ار. ار. ت ت ت. تي. تي. يوجر. يلا الورد اللي بعدها مفيدة دي وبحط عليها خضروات كتير، اسمها ايه؟ سالاد. سالاد اللي هي سلطة. سالاد. ليتر اس. سا ا ا ا. ليتر اي. ليتر ال. سالا. ليتر اي. سالاد. د د د ليتر دي. دي. اس اي ال اي دي. سالاد. ها ده 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 سويت. ها من ايه؟ من يعني ايه سويت؟ يعني من الحلويات. برافو. اسمه ايه بقى؟ ايس كريم. برافو. اسمه ايه؟ ايس كريم. بيتكون من تو ووردز، كل وورد بتتنطق لوحدها. ايس كريم. ها ايس كريم. برافو. يلا بينا نشوف الوورد اللي بعدها. خلاص خلصنا. يلا بينا بقى نشوف احنا كده فهمنا ولا لا ونحل الكويستشن ده. الكويستشن تايتل بتاعه او الهيد بتاعه بيقول لي ايه؟ listen and number. يعني ايه listen and number؟ استمع ورقم. برافو. طب يلا بينا. بيقول لي 1 salad و 2 cake، وحاطط لي 2 pictures وتحتيهم كل تحت كل واحده circle. هحط النمبر بتاع الورد تحت البيكتشرز الصح. ها وان سالاد هحطها فين؟ عند صوره البيكتشر السالاد. السالاد. برافو. يبقى هكتب هنا في السيركل دي 1. اكسلنت. ها 2 كيك. كيك يعني كعكه. كعكه. يبقى تحت الكعكه هكتب 2. اكسلنت. وصلنا لسؤال المتفوقين يا كيجي، ودايما بننهي الفيديو بتاعنا بسؤال المتفوقين عشان ننتظر اجاباتكم في التعليقات. يلا بينا نشوف السؤال بيقول ايه. بيقول لي ماتش. ماتش يعني سل. سل. برافو. عندي تو ووردز يوجرت وبيتزا، وعندي تو بيكتشرز. هوصل كل وورد بالبيكتشرز الصح بتاعتها. منتظر اجاباتكم يا كيجي. باي باي.